يعني أنا مو أعتب وإنما أبث رغبة بتعليق بسيط على سيادة النائب وما طرحه. أقول الجلسة الأولى أنا كنت حاضر موجود بيها، صارت الجولة الثانية، الجولة الأولى خلصت، الجولة الثانية بالانتخاب. يعني ما يزعلون لأنه هاي قضية واضحة، قام الأخ زياد الجنابي بسبب وقفته وعصبيته لغت الجلسة. زياد الجنابي طار تنسيقي. زياد وين كان بياخذ؟ اسمح لي زياد الجنابي اجينا للجلسة الثانية بعد التي والتي لا خلينا بالأولى، هي خلصت، صارت عركة، صارت عركة. زياد الجنابي تقدم مو إطار، هي تقدم بس مو إطار. السيد رئيس المجلس النواب بالإنابة إطار وقيادة بالإطار وعنده كرسي بالإطار، ليش رفع الجلسة؟ رفع الجلسة صارت بوكسات عمي، ملاطم صارت مذبح قدام العالم، احنا يومين الذبح استاذ احمد، ماكو شي منطق. صارت الجلسة الثانية وترتبت الأوراق وجينا يا الله دريد ننتخب رئيس مجلس. أيضا قام الأخ جولة الأولى بالثانية، الجولة الثانية اتعاركوا هيبة الحلبوس ومثنى السامراء، ياها واحد بيهم إطار، جاء الإطار قاعد يستقتل. ليش رفع الجلسة؟ يا أخوي صاروا معطل، يعني شلون رأيك؟ يعني تدم الواديم، يعني أنا هسه أجي أكو وين إحنا؟ إحنا حلبة مصارعة ومجلس نواب، يشاهدون العالم، يشاهد الفضائيات، الدنيا كلها تباوع. أول واحد تطلع بالتلفزيون تنتقدنا، لا شفت البوكسات بيناتنا، وتقوم تخرب الصورة وتنزل الصورة. يخل بالجلسة لازم شو يسوي له؟ لرئيس مجلس النواب أو رئيس الجلسة الصراحية بإخراجه من القاعة. إحنا بالنسبة للإطار قاعدين منتظرين، نريد يوزعوننا أوراق حتى نروح ننتخب. الأخوة هم اللي موجودين. مش أنت اللي جلست.